السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع في هذه الحلقة الأخيرة لشهادة اللواء أركان حرب جمال حماد، كاتب البيان الأول لثورة يوليو عام 52 في مصر وأحد كبار قيادات الضباط الأحرار. سيادة اللواء، مرحبا بك. مرحبا بك. توقفنا في الحلقة الماضية عند هزيمة يونيو عام 67 وخروج جمال عبد الناصر في 9 يونيو على الشعب المصري ليعلن عن خطاب التنحي. هل كان عبد الناصر يريد أن يلفت أو يصرف نظر الشعب عن الهزيمة الساحقة التي كانت كما قال البغدادي هزيمة للأمة كلها ويحولها إلى شخصه؟ هذا البيان كان له تأثير كبير جدا على الناس. إزاي؟ الناس كلها طلعت بره في الشوارع سواء في القاهرة أو في المدن العربية. هل ده كان بطريقة عفوية الخروج للشوارع؟ بطريقة عفوية فعلا، لأن أنا كنت محافظ في كفر الشيخ ولقيت إن الناس كلها في الشوارع. نعم. هو مكتوب بطريقة، طبعا الأخ حسنين هيكل كتب البيان بطريقة، لأنه هو اللي كتب البيان. نعم. فكتبه بطريقة عاطفية شديدة جدا، وأولا بحيث الشعب يعرف أنه ملوش قيمة من غير الزعيم ده لو تنح. بالضبط. وإيه حاجة تانية، إن هو بيفهمهم إن إحنا زي بالضبط زي سنة 1956، يعني زي العدوان الثلاثي، إن برضو إنجلترا وفرنسا تدخلوا، فبرضو هنا بريطانيا وأمريكا تدخلوا، يعني نفس العملية. وبرأ نفسه من كل الاستعداء اللي عمله وكل الترتيبات التي كانت قبل الحرب. وقال حاجة بقى، قال إيه؟ يعني حاجتين. أولا قال عن زكريا محي الدين، وقالوا خطف، قال إن هيجي محل زكريا محي الدين. طيب مين هو زكريا محي الدين؟ إيه مؤهلاته؟ ما قالش حاجة عن تاريخه. هو يعني الشعب نسي زكريا محي الدين؟ لا، يعني زكريا محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، أسس المخابرات المصرية، وزير داخلية، كل الملفات السوداء كما يقال كانت عنده. يقول ليه جابه، إن هيعمل إيه زكريا محي الدين، إن يقدر يعمل إيه، يعني ما 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 يعني يدوبك جاب اسمه فقط لا غير. هل دي أيضا كانت وسيلة للتخلص من زكريا محي الدين؟ هي كانت ممكن، لأنه تخلص منه بعدين. وتخلص منه، لكن يعني هو لما قالوا ما ادالوش القيمه بتاعته، ما قالش زكريا محي الدين ده اللي هو، يعني حاسس الشعب ان ده زكريا هيغرقه، يستطيع ان هو يقود الشعب الى تحقيق مثلا احلامه، واخد بالك؟ فما جابش. والحاجه الثالثه انه قال ايه، بعد ما قال على الناس اللي تدخلوا بقى بريطانيا والولايات المتحده وبتاع، وبعدين رغم، وقال رغم كل شيء فإني على استعداد لتحمل المسؤولية. الكلمة دي خطيرة جدا، يعني معناها مش أنا اللي عملت الحاجات دي، مش أنا المسؤول عنها، ولكني على استعداد إن أنا أكون مسؤول. لو كان عاوز إني أتحمل المسؤولية كان أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الموضوع، لكن أنا على استعداد لتحمل المسؤولية. استعداد يعني إيه؟ فدي يعني كلمة محطوطة بتمام، يعني لغلط في نفس يعقوب زي ما بيقولوا. إنما هو اللي حصل إن السبب إن الناس جريت ليه، أولا حاجات نفسية، إن يعني إزاي الشعب يقبل إن إسرائيل، بسبب إسرائيل هي اللي تغير الرئيس بتاعها. ده مهم جدا، حاجة نفسية إن إسرائيل تغير لنا القائد بتاعها. هزم أمام إسرائيل. أيوة هزم، بس إيه، ده القائد بتاعنا، مش ده بقى لإسرائيل. أي قائد؟ وعبد الحكيم اللي كان بيدير البلد بقاله 5 سنين، هم ما يعرفوش الأخبار دي. فيعني قال على استعداد، وبعدين القوات بتاعتنا ما كانتش لسه وصلت إلى البلد، لأن كلهم مساكين ماشيين على رجليهم الرحلة الطويلة البائسة اللي وصلوا بيها، والطيارات عمالة تضربهم وتطلع صورهم في التلفزيون في كل الأماكن الأوروبية، بقت فضيحة. وأصلهم يعني ما فيش أمر عمليات في العالم، أمر انسحاب يكون بهذا الشكل، واحد يعني يتعلم في كلية أركان حرب والناس يتعلموا، يقوم يقول إن القوات دي كلها اللي
حشدوها في 15 يوم او 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 اكتر تنسحب في ليله 6/7 ليله واحده. انسحاب كيفي بدون اي امر عمليات. انسحاب انسحاب يعني اجري تنسحب في ليله واحده الى غرب القناه، تترك الاسلحه الثقيله وتاخذ الاسلحه الخفيفه وتنجري. ولم يبلغ هذا الخبر الى قائد الجبهه مرتجي ما يعرفش. بيقولوا انه لم يكلم قائد الجبهه الفريق عبد المحسن مرتجي، البغدادي بيقول في مذكراته، الا شافوه بيكلمه مره واحده بس وبعد عده ايام. ما لم يحدث. طب انا كان عامله ليه قائد الجبهه؟ في كتاب مذبحة الأبرياء في 5 يونيو كثير من قادة الجيش رووا أن عملية الانسحاب أدت إلى خسائر ضخمة جدا في الجيش المصري كان يمكن أن تكون أقل كثيرا مما حدث. يعني أنا عاوز أقوله لك، الانسحاب دي عملية من العمليات المعروفة اللي في التكتيك الحربي. يعني عندنا الهجوم والدفاع والتقدم والانسحاب، 4 عمليات في التكتيك. فكل عملية من دول لازم لها أمر عمليات، مش ممكن أقول للناس يهجموا مثلا كده، مش ممكن. أنا أقول للناس انسحبوا كده. هو الفريق سعد الدين الشاذلي كان قائد ما سمي باللواء الشاذلي، وروى في شهادته على العصر قبل 10 سنوات من الآن كيف انسحب بقواته وكان في آخر سناء واستطاع أن يجنبها الكثير من الخسائر، لكن ربما كان الوحيد اللي يمكن الوحيد. يعني كل الناس كانت الحكاية مسابقة في العدو إلى شاطئ القناة، مسابقة في العدو، مما كلفنا خسائر جسيمة جدا. لأن مفروض في أمر عمليات الانسحاب أنك بتحدد طرق الانسحاب، يعني ما تخليش الناس كلها تنسحب على طريق واحد. فكلهم اللي حصل على ممر متلة، كل الناس جت على ممر متلة، فالطيران الإسرائيلي فتك بيهم فتكا ذريعا. يعني فريق فوزي قال ان هو جابه وقال له انا عاوزك تعمل لي امر انسحاب. ففريق فوزي جاب رئيس هيئه العمليات وواحد من العمليات اسمه ممدوح التهامي مساعد رئيس هيئه العمليات، وقعدوا يعملوا امر انسحاب. طبعا عملوه عشان ضيق، قال لهم في ربع ساعه، فعملوه كحاجه عامه. وقالوا له لما رجعوا له بعد ربع ساعة قالوا له احنا عملناه بشكل عام لكن لسه عاوز تفاصيل، على اساس انه يكون في 4 أيام و3 ليالي. قال لهم 4 أيام و3 ليالي ايه؟ انا خلاص اديت امر الانسحاب. فهذا الكلام غريب جدا ان واحد رجل عسكري يقول هذا الكلام. يعني ايه امر الانسحاب؟ انسحب كانه كده. قال لهم انسحب وانا مندهش. هو ليه في تولي قيادته للحرب ما كان المفروض ان هو يضيء، يعني يترك للفريق مرتجي هذه العمليه. فريق مرتجي موجود وهو قائد الجبهه، طب انت لا اسندتش اليه ليه قياده الحرب؟ وهو راجل مثقف وعسكريا وعنده علم عسكري، وكان معاه في هذا الوقت اللواء احمد اسماعيل والعميد او اللواء الجمصي. يعني كان معاه ناس يعرفوا يعملوا امر عمليات، انما انت تروح قايل لهم انسحبوا الى غرب القناه في ليله واحده. بينما رومل خد الجيش الالماني من العالمين بعد الهزيمه الى تونس، يعني اكثر من 3000 كيلو دون ان يفقد لا عسكري ولا مركبه ولا دبابه واحده. وإذا قالوا إن كان عن تفوق، يعني التفوق الجوي الإسرائيلي ما كان هو السبب، طب ما كان ديكا عنده تفوق جوي بريطاني، لكن كان بيمشي بالليل ويستخبى بالنهار، فمشي وقدر يوصل بكل قوته إلى إلى تونس. ومن العجيب بقى إنه دخل في معركة مع فرقة أمريكية بمجرد وصوله ودمر الفرقة الأمريكية. تصور، رغم انه كان منسحب ومنهج، منسحب ومنهج القوة، في فرقة أمريكية كانت قالوا له عليها راح خلص عليها. وابتدى بقى ايزنهاور يستغيث بمونتجومري عشان رومل ما يداش في العملية.
دول بقى ناس بيفهموا فن الحرب. لكن اللي احنا حصل عندنا ده لو جبنا واحد مدني مش ممكن يعملها، مش ممكن يقول ان الناس كلها تنسحب في ليله واحده. ازاي يعني؟ مصر تستحق هؤلاء الذين حكموها؟ لا، لا يستحقون طبعا. مصر تستحق ما حدث لها على ايدي هؤلاء؟ لا، الهزيمه دي اشنع هزيمه في تاريخ مصر، فلا يمكن ان نغفر لهم هذا الكلام، ان هم حطموا سمعه مصر وسمعه الجيش المصري بالالاعيب اللي عملوها دي بدون علم ولا فن ولا منطق ولا اي حاجه. لكن تقول ايه في الشعب الذي خرج يتمسك بزعيمه المهزوم؟ شوقي قال ايه في مسرح كليوباترا؟ قال ايه؟ اسمع الشعب ديونه، اسمع الشعب ديونه كيف يوحون اليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. يعني الشعب ده يستاهل الإجرام؟ لا يستطيع أن يفعل شيء. البغدادي كتب بألم على هذا الشعب، شعب وقال كيف أن هذا الشعب لا يفيق من سكره. صعب جدا أنه يفهم اللي بيحصل. ظهر الصراع بين عبد الحكيم وعبد الناصر على السطح بعد الهزيمة، كانت فرصة عبد الناصر للتخلص من المشير. قبلها أريد أسألك، أنت كنت محافظ وخرجت الحشود من المحافظات إلى عبد الناصر لتطالبه بالبقاء. خرجت من كفر الشيخ وكنت محافظ لكفر الشيخ إلى مصر؟ هو اللي حصل لما حصل أن الناس دي كلها خرجت في الشوارع، ابتدى الاتحاد الاشتراكي يتصل بالمحافظين ويسألوهم، قلنا لهم ان الشعب كله في الشوارع. فهنا بقى بدأت الفكرة. هم في مصر يمكن حصل توضيب في القاهرة، نعم، في توضيب قبل ما يحصل. ايه شكل التوضيب ده؟ ان هم يعني البغدادي بيقول انه شافوا عربيات وشافوا ناس جاهزين، لكن انا كمحافظ في اقليم ريفي انا ما كنتش محضر حاجة، ولو كان عاوزين يحضروا كان لازم يتصلوا بي. نعم، قبل كده. نعم، لكن اللي حصل انه اتصلوا بيا بعد الخطبه، فانا قلت لهم ان الشعب كله طبعا سائر وزعلان وبيعيط وبتاع وموجود في الشوارع. فقالوا بقى ان احسن طريقه استغلال هذا الموضوع، فكلموا كل المحافظين قالوا لهم كل الناس دول تجيبوا لهم عربيات وتبعتوهم على القاهره بكره الصبح. 10 يونيو انا عملت كده، يعني اديت تعليمات وجبت عربيات وركبت الناس كلها وبعتهم على القاهرة. بس انا اؤكد لك، والتلفزيونات الشرايط موجودة، كل المحافظين راحوا، كل المحافظين راحوا ما عدا انا ما روحتش، لان انا قلت اروح فين؟ عشان ايه؟ احتفالا بالنصر؟ ايه اللي يخليني اخد شعب المحافظة واطلع بيه على القاهرة عشان ايه؟ انا ما احنا لا انتصرنا ولا حاجه، فانا مش ما اطلعش. فكانت دي طبعا من ضمن الحاجات. كانت حالتك النفسيه عامله ايه؟ حاله سيئه جدا جدا جدا، يعني بكيت على ان مصر يحصل لها كل هذا الهوان من اسرائيل. على ايدين مين؟ اصحابك؟ على ايدين ابنائها، على ايدين ابنائها وبدون سبب. يا ريت في سبب، يا ريت ان اسرائيل تحرشت بينا فاحنا بنرد العدوان، لكن ده احنا اللي عملنا الحرب، ولذلك مفيش اي دولة ايدتنا في هذا الموقف. مفيش اي دولة زي مثلا بتاع 56 الدول كلها كانت بتؤيدنا لان احنا معتدى علينا، لكن ده احنا اللي بايدينا طردنا القوات الدولية وحشدنا قواتنا وقفلنا خليج العقبة وعملنا ابطال. طب ايه بنعمل الحاجات دي ليه إذا كنا إحنا ما عندناش الإمكانيات ونص جيشنا في اليمن؟ طب ليه بنعمل كده؟ أنا في نقطة مهمة، الأمر لم يكن عند الهزيمة، ولكن في معلومة مهمة صلاح نصر قالها في صفحة 198. كانت مساحة الأرض المزروعة في عهد محمد علي تبلغ 6 ملايين من الأفدنة، بينما كان عدد سكان مصر حينئذ لا يتجاوز 5 ملايين. في العام 67 بلغت إعداد سكان مصر 30 مليون،
نسمه بينما لم تزد مساحة الأراضي المزروعة سوى 350 ألف فدان. يعني الثورة والثوار ما عملوش حاجة في البلد. هو للأسف يعني إلى الآن الأراضي الزراعية بتتآكل بسبب المباني وبسبب بسبب العشوائية اللي بتحصل. يعني من 52 جاء نظام عشوائي إلى مصر دخل البلد كلها في هذه العشوائية. يعني قول لي يا سيادة اللواء، أنا عمال ألف في الصحف عايز ألاقي صفحة بيضة، قول لي أنت لو في صفحة بيضة قول لنا عليها. إحنا عملنا طبعا يعني عملوا حاجات بيضاء كويسة، بس زي السد العالي. السد العالي مشروع مؤسسة الري المصرية من قديم، يعني في هو نفذ في عهدهم. في حاجات اتعملت كويسة، لكن للأسف حجم السيء إلى الحسن إيه لو في حسن موجود. هو إحنا بنيجي على كوارث كبرى، لأن هزيمة 67، ثورة الجيش المصري في اليمن، الوحدة الفاشلة مع سوريا، إرسال القوات إلى الكونغو، المغامرات ما بين الرجلين عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر، على الهزيمة الحربية في 56، الصراعات اللي موجودة بينهم وبصفوا فيها بعض المصريين وإدخالهم إلى السجون والمعتقلات، طرد خيرة الضباط من الجيش. قل لي إيه الكويس اللي بتعمل لما كل ده بيحصل عملية تدمير في البلد، قل لي. هو السبب في إن سوء اختيار الرجال في المراكز، سوء اختيار، فباستمرار بيحصل مجاملات وبيحصل مصالح وناس توجد في غير أماكنها المناسبة. بيقولوا إن احنا بنحط الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا غير صحيح. بعدين قالوا الرجل المناسب مش المناسب، المناسب اللي عنده نسب يعني مع الناس، وإلى الآن بيحدث مثل هذا. هل كانت هزيمة 67 هي الطريقة الوحيدة لكي يتخلص عبد الناصر من عبد الحكيم عامر؟ يعني إذا كانت هذه هي الطريقة فإن ده يبقى من أبأس ما يمكن ومن أتعس حظ مصر، إن هو لا يستطيع أن يعني يبعد عبد الحكيم عامر عن القوات المسلحة بإنه يضيع مصر ويضيع سمعتها ويضيع سمعة جيشها ذو المفاخر والأمجاد طول حياته، طول تاريخ الجيش، جيش عظيم وله ماضي عظيم، فيهزم هذه الهزيمة والناس بقت كلها تضحك علينا وتتهكم علينا، ويصلح ويوصل في التلفزيون في أوروبا وفي في كل مكان يطلعوا العساكر المساكين ماشيين حافيين وفي في في مشردين في سيناء. كيف رصدت عملية إبعاد عبد الحكيم عامر من الجيش ومحاولة عبد الناصر استعادة السلطة؟ هو اللي حصل ان عبد الناصر استغل ان عبد الحكيم عامر في بداية الامر كان رافض ان هو يستنى، لانه عبد الحكيم عامر رجل مهما كان اخطاؤه فكان عنده كرامة وعنده نوع من الاباء، فقال لك انا البس ازاي ملابسي العسكرية وان انا القائد العام بعد هزيمة، مش هزيمة دي اسمها كارثة مش هزيمة، فازاي انا البس تاني ملابسي العسكرية؟ ده الضباط نفسها كانت بتخشى انها تلبس ملابسها العسكرية ويمشوا في الشارع لان الناس بتتهكم عليهم، وكانت يعني فضيحة. فهو استغل هذه العملية الايام الاولى فقط اللي كان عبد الحكيم عامل فيها دايخ من الصدمة ومش عاوز بقى لا قيادة ولا حاجة، فانتهز هذه الفرصة لأنه هو بعد ما الشعب يرجعه فابتدى الجيش يفكر بقى الضباط. الله، طب إذا كان الشعب يرجع عبد الناصر رغم الهزيمة وهو مشترك فيها 100%، فليه احنا كمان ما نرجعش القائد العام بتاعنا؟ ولذلك في يوم 10 مساء تجمعوا في بيت عبد الحكيم عامر، بحيث ان بيقول لك ان كان الجنينه دي كلها لونها كاكي من كتر الضباط اللي هيبقوا ده. البلد كلها لونها كاكي، محمد نجيب قال كده، بس هو النبادي بقى كان كاكي يعني تعيس، فكانوا منتظرين المشير ما كانش موجود. كيف تطور الامر بعد ذلك وسيطر عبد الناصر؟ عاوز اقول لك ان كان في عربيات مدرعه
اللي هي كانت في شرطة الحراسة اللي كانت في الحلمية في بيت الحلمية. نعم. بتاعت المشير فجت وماشيين يهتفوا، جم قدام بيت عبد الناصر وهم ماشيين، لا قائد إلا المشير، لا قائد. كمان عبد الناصر حصل له نوع من الاهتزاز، ايه ده ناس بتهتف كده ليه ازاي وبتاع. فكلم فوزي هناك قال له ايه دولة، قال له ده سرية الحراسة بتاعت عبد الحكيم عامر كانت في طريقها الى بيت الجيزة عشان تقعد هناك بقى، وقال له دولة احنا هنتكفل بانه احنا هنوقفهم وبتاع. وبعدين بقى وهو موجود فوزي هناك كلمه شاب شرف وقال له ان قرار تعيينك قائد عام للقوات المسلحه هيصدر النهارده الظهر. قائد المنهزم. المنهزم ف سيدي شرف يعني في صله قرابه بين فريق فوزي وبين زوجه سيدي شرف، ولاد خاله او حاجه زي دي. ما انت قلت الراجل المناسب. المناسب وده يعني فريق فوزي ده ياما المشير خلصوا من حداث كتير قوي، كان بيبقى في مآزق معروفة يعني، وكان يستغيث بالمشير والمشير كان بيعمل له كل حاجة. في أغسطس عبد الناصر حدد إقامة المشير. أيوة 25 أغسطس أما راح له البيت. في سبتمبر اتهم صلاح نصر وشمس بدران وضباط آخرين بالتآمر وحوكموا، وحسين الشافعي في المحاكمة قال إن هؤلاء قاموا بانقلاب سياسي في سنة 62 وسيطروا على البلد. ف 14 سبتمبر أعلن عن انتحار المشير. هل انتحر المشير أو نحر؟ لا يمكن المشير يكون انتحر. ليه لا يمكن يكون انتحر؟ أقول لك كده. واحد مهزوم محاصر كل علاقاته انتهت خلاص، يعني لم يعد له أمل بأن يصبح شيئا. كرجل مهزوم هذه الهزيمة البشعة كان مفروض على طول لما عاوز ينتحر زي نفس عبد الناصر ما قال، قال لك لو كان عاوز ينتصر ينتحر كان انتحر يوم ما ودانا في داهية. دي قالها لأمين هويدي لما كان هو في بيت جمال عبد الناصر. لما بس عبد اللطيف البغدادي يقول نحن كنا ننتظر ان عبد الناصر وعبد الحكيم ينتحروا هما الاثنين. أيوه. لكن نحروا البلد والاثنين فضلوا. والاثنين فهو يعني عبد الناصر بقى كان استعاد نفسه بقى بعد الشعب ما رجعه، استعاد ثقته بنفسه وبقوته الى حد ما، ولو انه يعني الناس يعني اللي بيفهموا قالوا انه هو مات سنة 67 وشيعت جنازته سنة 70. قالها حسين الشافعي في شهادته على العصر. وناس كتير قالوها وانا بقولها فعلا انه هو كان في الثلاث سنين دولة كان في حالة بائسة جدا، لانه بعد ما كان عملاق وفاكر نفسه احد عمالقة العالم زيه وزي تيتو وزي نهرو وبنفس المستوى، لقى نفسه انه بقى ما فيش حاجة، الراجل غلبان، اسرائيل هزمته هزيمة مريرة. عود الى انتحار المشير في 14 سبتمبر 1967. المشير اذا كان عاوز ينتحر كان انتحر يوم 8 نهار ما شمس بدران استغاث بجمال عبد الناصر وقال له تعالى بسرعة ده المشير عاوز ينتحر. هتلاقيها برضو عبد البغدادي. نعم. قال له تعالى عاوز ينتحر وراح جمال عبد الناصر. وبعدين البغدادي بيسخر بيقول عجيبة قوي، بصيت لقيت جمال عبد الناصر داخل مبتسم والجيار محمود الجيار سكرتيره فاغر بقه بالابتسام. قال لك ابتسموا على ايه دولة؟ معرفش انت قريت ده الكلام ده. نعم قريته. نعم. فكلام غريب جدا. وبعدين بقى يعني دخلوا هما الاثنين مع بعض جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يوم 8 لما راح جمال عبد الناصر الى القياده وقال له ان يعني النظام اللي لا يستطيع حمايه حدود بلده لا يستحق البقاء. طبعا قال هذا الكلام. وبعدين قال له احنا الاثنين يعني ضحكنا على الشعب ويجب احنا الاثنين نمشي. نعم. فعبد الحكيم قال له طيب فنجيب مين؟ قال له نجيب شمس بدران.
شوف شوف الكلام الغريب. شمس بدران رئيس مصر؟ ايوه شمس بدران. يعني انا بقول لك شمس بدران ده محيرني. ايه ما في حاجات بتحير، زي احنا قلنا برضو ايه العلاقه، العلاقه بين عبد الحكيم وعبد الناصر، عبد الناصر والعلاقه بين شمس وعبد الحكيم. ايه الحكايه دي؟ الناس دي ايه في ايه؟ انا اعرف ما حد يكشف لنا السر ده. والله بقى دي عايز واحد مباحث بقى، ده عايز واحد بتاع فريد حاجات غريبه جدا. يعني شمس بدران ده يعني نفسي اعرف انا والله طول عمري وانا بحاول اعرف السر. الراجل ده كان تلميذي وعارفه كويس قوي وعارف والده كويس قوي، فراجل يعني ما فيش اي حاجه، يعني لا يملك اي حاجات غير عاديه. راجل نقيب ملازم اول كان وبتاع، رجل عادي خالص. ايه المناصب اللي خدها دي كلها؟ وايه السلطه اللي خدها دي كلها؟ عشان ايه؟ وازاي ناصر ما حب يخلي واحد يوازي عبد الحكيم عامر ويبقى بتاعه يقوم يجيب شمس بدران؟ مش يجيب واحد شخصيه مثلا كبيره بحيث انها تقدر تنافس عبد الناصر؟ ما يرضاش يحط شخصيه كبيره في اي حاجه. امال يجيب يعني واحد زي ده عشان ما سيادتك اللي كنت جنبه وعارف كان بيجيب مين وبيحط مين. طيب ما هو اصل هو بيقول انه عاوز اجيب واحد عشان يبقى بتاعي عند عبد الحكيم عامر، يجيب واحد بقى كويس يعني عشان يبقى بتاعه. ما هو لو واحد كويس مش هيبقى بتاعه، الكويس بيبقى بتاع البلد مش بتاع ده وبتاع ده. المهم ان عبد الحكيم عامر بقى بعد هذه اللطمه وبعد بقى بص لقى جابه محمد فوزي، فطبعا هو يعني زعل في نفسه طبعا انه جابه محمد فوزي، لانه يعني كان برضه يعتقد ان عبد الناصر يجيبه تاني. فخد بعضه وراح اسطال وبتاع. وبعدين هو ليه عبد الناصر هنا بقى تخلى عنه؟ اشمعنى هنا تخلى عنه؟ لانه عرف ان ده لا يمكن هيقدر يشيله تاني. يعني هو المره اللي فاتت لما انطرد من سوريا يعني كان ايه فرصه عشان يشيله، وافلتت منه هذه الفرصه. المره دي بقى لا يمكن ابدا يتركه، لانه لن تسنح له فرصه اخرى عشان يشيل عبد الحكيم عامر. لانه عبد الحكيم عامر يعني زي مرمطه، بحيث انه هو اضطر انه يروح له البيت عشان يعتذر. فهو بقى عاوز يخلص، يعني لا يمكن يرجعه. وبعدين نفس عبد الحكيم عامر عارف ان هو ان ما كانش يرجع قائد عام هيمرمطه جمال عبد الناصر، لانه هيبقى نائب، لانه عرض عليه انه يكون نائب اول كل حاجه. قال لك نائب اول ايه اختصاصات؟ ملوش اختصاصات. اذا عبد الناصر هيمرمطه برضه، زي هو ياخد طاره بقى منه الحاجات اللي كان بيعملها له واستقالات وبتاع، ويخليه يروح ما ينامش بالليل من مش عارف يعمل ايه، وبعدين يروح له البيت، يضطر يروح له البيت. فطبعا الحاجات دي كلها هيردها له تاني. انا بس عايز اكد للمشاهدين انك بتكلمنا عن ناس حكموا مصر، مش ناس بيلعبوا في الشارع، لا مؤاخذه يعني. ناس حكموا عبد اللطيف البغدادي قالها كده، وكمال الدين حسين قالها كده. يعني انا بحملهم المسؤوليه قطعا، ان هم السبب في كل ما شافته مصر سواء من اياميها او دلوقتي، هم السبب. لو رجعت الموضوع نحر المشير او انتحاره، انت تصمم انه نحر؟ طبعا. لمصلحه مين قتل المشير؟ لمصلحه عبد الناصر طبعا. المشير كان مجرد من كل سلطاته ولا يستطيع ان يفعل شيء، ورجالته بتحاكمه ولم يعد له اي قوه او نفوذ. ما كانش رجالته بيحاكمه ولا حاجه. لما خد السم رجالته كانوا معاه في البيت وكانوا مدبرين خطه للانقلاب فعلا، وان خلوا شمس بدران رئيس مصر. لا، هم كانوا عاوزين المشير يرجع تاني لسلطته. فهي الصراع كان كده بقى دلوقتي، ان المشير عامر عاوز يرجع. وبعدين يعني ناس كتير بعتهم عبد الناصر للمشير عامر في اسطال عشان يعني يحصل صلح او حاجه زي دي، بس كان بينبه عليهم. يعني لما راح صلاح نصر نبه عليه قال له اذا كان يرجع بالشرط بتاعي ان ملوش دعوه بالقوات المسلحه. فما رضيش، مع ان كلهم قالوا له ارضى وتعطي للعاصفه،
وارجع وبعدين ابقى اعمل اللي انت عاوزه. ابدا، قال لهم ابدا، انا عارف ساعتها هيعمل لي ايه، هيمرمطني. لم يكن عبد الناصر ليستقر لو بقي عبد الحكيم أيوة. على قيد الحياة طبعا، لذا كان يجب التخلص منه، خصوصا بقى انه كان مسافر رايح مؤتمر الخرطوم بعد 3 ايام يوم 27 سبتمبر. نعم. والانقلاب كان معمول يعني مين اللي هيتغدى بالتاني قبل ما يتعشى بيه، فكان معمول خطة، وانا متأكد من هذه، وانا شفت الناس اللي دبروا الخطة كلموني وعرفهم، كانوا عاملين خطة ان هو يروح مع جلال هريدي الى انشاص حيث الصعقة هناك وحيث المظلات هناك، وجلال هريدي ده كان قائد الناس دولة وكلهم يدينونه بالمحبة والولاء، وكان هياخد المشير بعد كده ويطلعوا على القصاصين. القصاصين دي كانت القيادة اللي نقلوا فيها المنطقة الشرقية من معسكر الجلاء في الإسماعيلية إلى القصاصين في الشرقية. نعم. عشان ما يكونوش جنب القناة واليهود يبعتوا غارة ناس فدائيين ولا بتاع ويدمروه، فكانوا في القصاصين. فلو كان هذه الخطة نفذت كان فعلا عملوا اللي هم عاوزوه. ليه ما نجحتش الخطة دي؟ ما نجحتش لأن بلغت إلى 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 جمال عبد الناصر، لأن زي ما بقولك في جواسيس كانوا موجودين. نعم. فبلغوا الخطة لجمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر عارف إن عبد الحكيم عامر بيستعد لأنه يعمل هذه العملية ويروح هناك وينادي بنفسه قائد عام قوات مسلحة، وإذا ما عجبش عبد الناصر يزحف إلى القاهرة، وطبعا الجيش كله كان هينضم له رغم الهزيمة ورغم كل أيوة شيء. أيوة، لأن هم كانوا كلهم بيحبوا عبد الحكيم عامر. يعني الولاء كان لشخص وليس لبلد ولا لأمة. يعني كثيرين كانوا هينضم له يعني في هذا الوقت. فعبد الناصر صارع بأنه بقى يتغدى بالراجل ده بقى قبل ما يتعشى بيه. اتغدى بيه ازاي؟ اتغدى بيه بقى. فراح مكلمه في التليفون وقال له يا حكيم انت فين؟ سايبني ليه؟ كلام مناعم. تعالى تعالى بكره اتعشى معايا، اتعشى ونقعد بتاع زي زمان يا اخي وبتاع، يعني اكيد بتبقى مجامله وكده. واوحى اليه بطريق غير مباشر انه هياخده معاه الخرطوم. يعني الظاهر قال له كلمه كده، يا اخي بقى انا رايح اروح الخرطوم لوحدي، كلمه كده غير مباشره. فديك فهم منها انه هيروح الخرطوم. فرجع من التليفون بقى للناس قالوا له ايه؟ قالوا له لا وقفوا كل حاجه. ليه؟ قال لهم خلاص، ما هو ده السحر اللي احنا عايزين نفهمه بين الرجلين لاخر لحظه. قال لهم خلاص الراجل رجع زي زمان وهنرجع زي زمان وهسافر معاه الخرطوم. خلاص اوعى تعملوا حاجه. هم رووا لك القصه دي؟ ايوه رووا لي. جلال هريدي رواها لك؟ جلال هريدي رواها لي، وعثمان نصار قال له ما تروحش ده غدار بهذا النص، ما تروحش. وجلال هريدي قال له ما تروحش، اوعى تروح. فمع ذلك يقول لهم لا يا جماعه لا، ما حدش يقول لي كلام زي ده. وراح بقى، فبص لقى بدل انا قلت بقى العشاء الاخير، العشاء الاخير زي بتاع المسيح عليه السلام، انه راح هناك لقى بدل ما يدخل يلاقي ترابيزه بقى فيها العشاء وبتاع، وجاي بقى مبسوط. ومسكوا بقى طنطاوي حطوه في السجن عشان مدارات الامور. نعم. عشان طنطاوي اللي هو السكرتير بتاع، ايوه نعم، بتاع عبد الحكيم. نعم. كان معاه في العربيه. ايوه فاول ما دخل راحوا ماسكينه وحاطينه في السجن الحربي. دي حاجات بتتعمل بقى انت عارفها. لا انا ما اعرفش حاجه، قول لنا. لا أنا تعرف غلبان انت عارف. لا انا ان هم ما يحبوا يعملوا حاجه ما يخلوش حاجه تبان. ايوه. حطوه في السجن الحربي وبتاع، ودخل هو بقى بص لقى ما فيش عشاء ولا حاجه، لقى محضر له زكريا محي الدين وحسين الشافعي وانور السادات، ثلاثه من بتوعه بتوع زمان. بس حسين الشافعي قال لي ان هو خد السم، وقام حسين الشافعي مسكه عشان يخليه، مسكه عشان حقنه. حقنه دي؟ طب ما انا قلت برضه هو اللي ياخد سم يعملوا له حقنه ولا يطلعوا له ينزلوا له السم من احشائه
ايه انت عمرك سمعت ان في واحد ياخد سم وبعدين يديله حقنه؟ حقنه دي تعمل ايه؟ تبطل مفعول السم ولا حاجه ابدا. اسال الدكاتره، ما فيش فايده. ان ما كانش ينزل اللي في معدته هتتفرتك المعده من السم. فهم عارفين انهم ده ما انتحرش ولا حاجه، هم متاكدين، وانا عملت الادله كلها انه ما انتحرش يوميها، لانه هو رايح. مين اللي حط له السم؟ اللي حط له السم بقى احد هما كانوا عاوزين يصفوه بلا شك، يعني في ناس عنده في الحاشيه بتاعته عاوزين يصفوه. هو اللي اداهم الذريعه او المفتاح، لان هما كانوا خايفين مثلا يعملوا حاجه تعمل فضيحه دوليه. نعم. اذا قتلوه مثلا بطريقه من الطرق، فهو اداهم الذريعه او التبرير. ازاي؟ ان هما عمل محاوله انتحار في بيت عبد الناصر. اللي هي عملها دي وحسين الشافعي مسكوا فيها وحسين الشافعي مسكوا بتاع وعبد، ومما يدلك ان هو ما حدش صدقه ان امين هويدي طلع جاري على السلم يقول له ده الحق المسير انتحر. قال له انتحر مين يا راجل؟ ايش كان فعلا؟ صح، قالوا كده. قالوا حتى حسين الشافعي بيقول لي عبد الناصر رد بلا مبالاه ومش مصدق اي حاجه من ده تحصل، وهم مش مصدقين، لان هم نفسهم ما تحركوش من اماكنهم، قاعدين في الصالون، ما حدش منهم قام الا الشافعي عشان يعبطه، لكن الباقيين كلهم قاعدين ما حدش عمل حاجه. وبعدين الدكتور نفسه اللي اداله هذه الذريعه هي التي شجعتهم بعد ذلك على ان اديتهم الاتجاه الصح. أيوة. ان كنتوا سموه مش تقتلوه. كان الاول بيفكروا مثلا يقتلوا بالمسدس ياخد طلقه بتاع، لا، قالوا لهم ليه؟ هي دي الطريقه. وقبل كده حاول ينتحر فتبقى حاجه عاديه. فهو اداهم بقى المؤشر يعملوا ايه. وبعدين كل محمد فوزي يصر على انه يخرجوا من مستشفى المعادي الساعه 5 ما يباتش. الفريق اللي عبد الحميد مرتجي اخو فريق مرتجي كان بيقول لهم سيبوه يوم، ده العسكري لما بيحصل حاجه زي دي قعدوا يوم 24 ساعه. نعم. فوزي يقول له لا، لازم يطلع دلوقتي. ففوزي يعلم ان هو مش منتحر وفي بطنه ما فيش سم ولا حاجه، لان النيابه كانت بتتكلم على ان السم في بطنه من اول ما كان في بيته وخدوه من بيته ونزلوا. نعم. وطبعا هذا كلام كله خطا. سيادتك في كتابك فصلت كل الادله حول هذا الموضوع. لكن انا هدفي هنا ان نعرف من الذي قتل المشير. قطعا، لان كان في اتنين من رئاسه الجمهوريه في 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 الطاقه في البيت في 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 الفيلا بتاعت النوبارية اللي كان فيها دي. نعم. المريوطيه. اتنين من رئاسه الجمهوريه، واحد منهم كان ممرض والتاني ساعي. فواحد من هؤلاء هو ده. والسم كان موجود في مكتب صلاح نصر، وصلاح نصر قال ان انا لم اعطيه سما. كانوا بيقولوا ان صلاح نصر اداله، قال انا ما اديتهوش، انا السم ده كان موجود صحيح، انا جبناه عشان اغراض المخابرات. نعم. لكن انا قبل ما يعني ما امشي من المخابرات انا كان السم موجود وانا قافل عليه. فهم خدوا السم ده من الدرج بتاع صلاح نصر، صلاح نصر، واستخدموه ضده. وهو الاكونتين ده اللي ياخده في يعني بيقول لك في دقائق لازم يخلص. النيابه بقى اللي هم بيعتمدوا عليها الناس اللي كانوا بيتكلموا ويعرضوا بيقولوا لا النيابه قالت والنيابه عادت. قلت لهم نيابه ايه؟ النيابه بتقول انه خد السم لما جم ياخدوه وينزلوه، يعني قبلها ب 28 ساعه، ده من بعدها بيوم. فاذا كان هو خد السم ده كان مات في ساعتها، مش ان هو يروح. اولا راح معاهم المستشفى المعادي، ومستشفى المعادي هو كان بيلوك حاجه في بقه مش عارف ايه، قالوا ده بينتحر. فراح معاهم مستشفى المعادي. مستشفى المعادي ما رضيش ان هو يشرب، يعني يعملوا له غسيل معده. نعم. فادوا له دواء مقيئ فتقيأ، وحللوا هذا ما لقوش حاجه بعد كده.
وبعدين خرج من المستشفى على رجليه وبيضحك وماشي ما فيش حاجه، وراح هناك قعد ليلتين. كان واحد اسمه مصطفى بيومي دكتور، والتاني اسمه ابراهيم البطاطا. فالدوله بيشهدوا ان هو كان النبض والقلب والضغط وكل حاجه سليمه. لا يمكن واحد شارب سم يكون فيه كده، لا يمكن. عبد اللطيف البغدادي قال عصابه كانت بتحكم مصر. ايوه، وسيادتك كمان بتقول ان عصابه كانت بتحكم لا مصر. لا مش انا، ده جمال عبد الناصر شخصيا قالها لانور السادات. لما العصابات بتحكم بقى بتخلصوا من بعض ازاي؟ بيخلصوا من بعض، ما كل واحد عاوز السلطه. انت اتكلمت كمان عن حكومه خفيه كانت في مصر في ذلك الوقت. ايوه، ده بعد بقى بعد ما, 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 ما عبد الحكيم عامر يعني البلد ما خلصتش ايضا. لا ما خلصتش، ده بالعكس بقى، لان جاب وما جاب ثلاثه يحكموا مصر بقى، ما جابهمش من الثوره ولا من ضباط الاحرار، جاب ناس من المنافقين المنتفعين بالثوره. جمال عبد الناصر، محمد فوزي وسامي شرف وشعراوي جمعه. مين فيهم ده اشترك في الثوره؟ مين فيهم انه كان ليه تاريخ ولا له حاجه؟ ابدا، قبل كده جابهم دول، وهم دول اللي يحكموا مصر. الحكومه الخفيه دي عملت ايه في مصر؟ عملت ايه؟ عملت كل ما يخطر على بالك بقى من الـ يعني الطغيان و يعني ضد الحريات وضد الديمقراطيه. هو كان في حريه ولا ديمقراطيه من 52؟ يبقى زادت التينه بله، واصبحوا هم كل حاجه، والوزراء لا قيمه لهم. وعبد الناصر قال لي مره سامي شرف قول لي شعراوي جمعه يكلم الوزير ده كده ويديله كلمتين في العظم. فشعراوي جمعه قال له لا لحسن ده الراجل يزعل، انا ما يصحش يعني اقول له كلام زي ده الوزير ده. فقال لي سامي شرف، فراح بكلم شعراوي جمعه قال له انا عاوز الوزراء يشعروا انهم بتوعكم. قال له لا بتوع سيادتك. قال له لا بتوعكم، ده مكتوب في كاتبها في الحكومه الخفيه، وجايبها من اقوال سامي شرف وشعراوي جمعه في محاكمتهم، في المحاكمه في اتحاد في المدعي الاشتراكي. كل اللي قالوه كله انا نقلته، وقالوا كلام يشيب من هؤلاء الولدان، واتكلموا على بعض واتهموا بعض. يعني مين اللي جاب مثلا الناس دي كلها في المحاكمات؟ كله سامي شرف، لانه كان مخلي رئيس المخابرات احمد كامل يسجل لكل الناس. فكان في تسجيلات لكل الوزراء وكل الرجال اللي في مصر. في ولولا هذه التسجيلات ما كانوش قدروا يحاكموهم المحاكمه اللي اتحاكموهم. فاول ما كان هيعلنوا استقالتهم، فسامي شرف كلم مدير المخابرات احمد كامل وقال له احرق كل الشرايط. فاحمد كامل كلم راجل اسمه عادل العربي، نعم، اخو رئيس النيابه، رئيس النائب العام اللي هو كان العربي، رجاء العربي، اخوه بقى اسمه عادل العربي، كان موجود في المخابرات ومسك قسم التسجيلات دي كلها. نعم. فعادل العربي جمع كل التسجيلات وخدها ورايح بيها على ايه؟ على بيت احمد كامل عشان يحرقوه. فاذا بيه يقولوا له ده اللي موجود دلوقتي في المكتب احمد اسماعيل. احمد كامل اتغير. السادات كلمه في البيت ونقومه من النوم وقال له روح انت رئيس مخابرات. فعادل العربي راح واخد كل المسجلات وداها لاحمد اسماعيل. واحمد اسماعيل خد كل ده وداه للسادات، وسمع الكلام اللي بيتقال عليه والشتائم والبهدله اللي كانوا بيبهدلوها له في الشرايط دي. فيعني كل ده سامي شرف واخد بالك، كانوا بيسجلوا كل الناس، فودوا الناس كلها في داهيه من التسجيلات دي. كاننا بنسمع عن اساطير. اساطير. كيف أقلت من منصب المحافظ سنة 68؟ هو أنا ما أقلتش الحقيقة، هم ودوني الأول محافظة المنوفية على أساس أنهم شعروا أن أنا ما رحتش
في الزفة اللي حصلت يوم التنحية 9 يوليو، ما روحتش وانتهزوا الفرصة، وخصوصا يعني ان انا ما كنتش بقى من ضمن المحافظين اللي كانوا بيروحوا يقدموا فروض الطاعة والولاء والهدايا للحاشية اللي موجودة هناك اللي فئتها كل حاجة. بعد ما انتهت فترة عملك كمحافظ رحت فين؟ حاولت ان انا اقعد في حالي. ازاي ابلغوك بانتهاء دورك؟ لقيتها في الاهرام برضو يعني اتعينت في الاهرام وشلت في الاهرام ضمن حركة محافظين جهزوا الفرصة وحطوني في وسطيهم. عملوا فيك ايه بعديها؟ بعد كده اصبحت انا راجل كاتب، كتبت بقى بعض مقالات ظهرت بعد. انت كاتب واديب وشاعر، وكنت اتمنى ان يكون هناك وقت لالقاء بعض شعرك، لكن الوضع غير مناسب. الله يخليك. فانا حاولت اكتب، عملت مره مقاله عن صفات القائد العظيم. وانا بتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفات القائد العظيم شالوها في نفس العدد، يعني ما صبروش لتاني يوم. المهم منعوك من الكتابه. منعوني من الكتابه. حاولت اسافر بره لاخو المدام موجود في المانيا، منعوك من السفر. حاولت اروح اللي كان الراجل اللي اسمه رالف بانش، فكتبت له، كان اتعرفت بيه بقى لما جه غزه. نعم، لما كنت في الامم المتحده. فانا كتبت له وقلت له ان قبل ما اعرف ان انا بقى ممنوع من الخروج، بقول له يعني ان انا موجود وانا مستعد اي خدمه يعني اديها او حاجه زي دي. فالراجل بعت لي قال لي ده انا ارحب بيك وتعالى وانت تشتغل معانا في الامم المتحده. وارادوا بعد ذلك ان يمنحوك وساما، فقبضوا عليك ليله 23 يوليو سنه 29. 23 يوليو بالذات. 23 يوليو بالذات يعني عشان يفرحوني. انت قرأ البيان الاول للثوره يقبضوا عليك 23 يوليو واول اسم في الضباط الاحرار، وانت الاسم الاول في قائمه الضباط الاحرار. فده كان التكريم بتاعي. كيف تنظر الى هذه الفتره من يعني محمد نجيب قال كلام كتير قوي على هذه الفتره، وقال ده انا لو كنت اعرف انه هيعملوا كده انا ما لا يمكن كنت طبعا اطلع معاهم ولا حاجه. ونفس الحكايه اللي بقولها لك يعني ان احنا نصل الى هذه الحاله، فطبعا يعني كنا بنضحي بارواحنا. وكان الامل في النجاح قليل جدا. كيف تنظر لمستقبل مصر بعد 56 سنه من ثوره يوليو؟ اتمنى لمصر، انا لازم اقول هذا الكلام، ما كنتش متشائم، اقول اتمنى ان مصر ربنا يرضى عليها ونرى الحياة الديمقراطية الحقيقية السليمة، ونرى الانتخابات دون تزوير، ونرى الشعب بدون قانون طوارئ ولا اي قوانين ضد الحرية، ونشعر ان الشعب فعلا بيمارس الحرية ويستطيع ان هو يعبر عن آرائه، وان الصحافة تكون حرة تماما وتعبر عن رأي الشعب. ادعو الله ان الكلام اللي انا بقوله ده ان ربنا يحققه لمصر، ونشوف مصر اللي احنا خرجنا في 23 يوليو عشان نرى هذا الكلام يتحقق على ايدينا، فللأسف لم يتحقق هذا الكلام. سيادة اللواء جمال حماد، أشكرك شكرا جزيلا على شهادتك، أرهقتك معايا خلال الأيام الماضية، لكني أشكرك شكرا جزيلا على ما تقدمت به إلى المشاهدين، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع شاهد جديد على العصر. هذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.